قول به ملعقة وين؟ أبكفزع فيها خلل فني يا ما الفرق العين كوف كوف هذه أسرب حق الطماط طبيعي 100% تحذفها بغطها عادي حتى البغط طبيعية يلا حيا الدجاجة هم نغرف في بطنها نغرف في بطنها بصل لين سلام وش هذا الورق كيف دقيقة نزلت فوقه من ذا هذا من العصر العباسي الجدر عليه ظروف حاول قلت لا بالله اشتغل 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 عادي السفتي انا انفجر على انا تقع فوق طاير عند العامل لا تغسم لين نفتح كتمنا كل ثلاثة هذا وجهي انفتح ها كل ثلاثة وش هو سروس يعني قد شفت لك احد يعز الرز على الرز اقسم برب البيت يا ولد دام ابو ساعة انا على الله حول قلت لا بالله العلي العظيم والله المنظر الخارجي ما هو بحلو المنظر ان شاء الله يعني الطعم اول عبرة في الطعم المنظر مناظر ما هي بزعنا زيتين رز فوقه اسرع طبخة في التاريخ نعود نركب الجدر يالله يعطيك الجدري نقزت بليته والله اللي تعمل عليك تعمل عليك ما عليك خلاص ما عاد بضغط في عشية انا ضحاها صار جدر عادي بيكمل حياته كذا ضبطنا حليب كرك اللي اشرب هالشاي ببارك كويس حلوة تغزغز 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 نقصر على الضوء يا سلام الكبسة الصفراء مع اني ما كان ودنا تيجي صفراء بس عاد هذا المكسوم الصماط جاهز خيش تشعير مفرغة ابكي بخاري كوكو 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 المهش الله 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 الديلو الديلو الحين انصر دينه فرس 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 عفو دجاجتك انا باقي هنا يا عطى خلاص خلاص طلبه الحمد لله تفس حال بجراك حال شو 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 الله لا يشبب على هذا غسل فيري هذا ترى فيري احد يشربه تعلمني حلو الحمد لله تفس حاله حطني زبادي شو ناقل انت هذا حتى الورقه قد عليك